بعمر 7 سنوات توجه إلى حفظ القرآن الكريم وتلاوته عبر نصيحة أحد علماء الدين، ولم يظل بعدها الطريق، بل ثابر ليدرس أيضاً علوم القرآن واللغة والفقه. من المغرب المتسابق نبيل الخرازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور
الحق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. نبيل الخرازي من المغرب العربي المتسابق، حياكم الله وشكرا جزيلا على هذه التلاوة الطيبة. ومن نبيل إلى لجنة النبلاء، لجنة التحكيم الموقرة، ونبدأ مع الدكتور الشيخ باسم العابدي ورأيكم فيما تلا القارئ نبيل الخرازي. حياكم الله أخ نبيل، زادك الله نبلا يا أخي، مرحبا بك، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا، قرأتم بشكل جيد. شيء واحد أنبه عليه حضرتكم والآخرين، الأخوة الآخرين مشاركين، هو أنكم كررتم ونحن نبهنا قبل المسابقة إلى ضرورة عدم التكرار، فكررتم هذا المقطع فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وقفتم على الدنيا ثم عدتم وكررتم المقطع، وهذا قلنا أنه لا يصح. ف إن شاء الله في المرات المقبلة لا تقدموا على التكرار. شكرا لكم لقراءتكم الجميلة والجيدة. شكرا. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي على هذه المداخلة الطيبة. ومن فضيلة الشيخ الدكتور إلى أستاذ آخر، إلى السيد كريم موسوي، حياكم الله سيدنا العزيز، ورأيكم في تلاوة المتسابق نبيل الخرازي. حياك الله حبيبي نبيل. حبيبي كنت رائعا باختيارك الصحيح للمقامات والتنقل الأصح والجميل بالطبقات الصوتية، وكنت جميلا بأدائك للزخارف الصوتية، فوفقك الله حبيبي. أسأل الله لكم التوفيق والعافية. وانتقالا إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد فهمي عصفور، ورأيكم في هذه التلاوة للمتسابق نبيل الخرازي، تفضل. حياك الله حبيبي الكريم أخونا نبيل الخرازي. أولاً ملاحظة بسيطة وهي لجميع الإخوان اللي معنا، أود أنه إذا تقرؤون بأي رواية غير رواية حفص يعني تأكدون على الوجه اللي تقرؤون به، يعني قرأتم أنتم مثلاً لورش التوسط مع التقليل، صحيح؟ طيب عندي لك بعض الملاحظات البسيطة وهي بناءة إن شاء الله. القراءة رائعة جدا، ولكن في ركن الفصاحة عندنا شوية في ترعيد المدود، مش شوية كتير يعني، في شوية ترعيد مدود عندك وبعض الخنخنة البسيطة في القراءة، أرجو تتخلص منها. لو تخلصت من هول الاثنين حتى في الترعيد، يعني ترعيد بعض الحروف والغنن كمان، يعني الراء المثقلة ترعد، الواو المثقلة عندك ترعد، الغنن ترعد، تخلص من هذا ركن الفصاحة، وتقريبا هي أغلب الملاحظات الواضحة، وبعدها إن شاء الله حتجد فرق شاسع في القراءة. وإلى سكر هذه يا حبيبي الجائزة، الله يبارك فيك، هذه المسابقة للسيد حسنين يا عزيزي، الله يبارك فيك إن شاء الله. رأيكم التلاوة كلها جمال،
فيها ملاحظات بسيطة يعني، ممكن تجربتك إن شاء الله في القادم وممكن حتى بالمرحلة القادمة لو تأهلت، ونتمنى لك الموفقية إن شاء الله تعالى. لكن أكثر ما ميزك هو صوتك، فيه إمكانيات أكثر بعد وإن كنت أديت بشكل رائع جدا، وهذه الإمكانيات الصوتية لابد أن تتوافق معها المقامات اللي تستخدمها والأنغام اللي تستخدمها. صوتك كان يعني أكثر وضوحا وأكثر جمالية من النغمات، استخدمت نغمات جميلة ولكن يحتاج بعد أكثر لأنه إمكانيتك الصوتية عالية جدا. وأتمنى لك الموفقية، وتحياتي للوالد خصوصا الذي رباك وعلمك بأن تكون مع القرآن ولو حزب واحد مع كل صلاة. أسأل الله لكم العافية، شكرا للجنة التحكيم الموقرة، والشكر الموصول لكم يا متسابقنا العزيز نبيل الخرازي من المغرب، وأسأل الله لكم التوفيق والعافية، وأهلا وسهلا بكم في العراق. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم، تفضل.